أخبار اليوم. لتحويل الصحراء والفراغ بالجهد والعرق إلى قلاع تنبض بالصناعة والحياة، هناك في بورسعيد عبر أكثر من 145 عاماً حلم المصريون بتحويل قناة السويس من مجرد مجرى ملاحي إلى منطقة تنموية كاملة، واليوم يتحقق هذا الحلم في شرق التفريعة. جرى التخطيط لتحويل ميناء شرق بورسعيد ليكون مركزاً عالمياً لتداول الحاويات، مدعوماً بمنظومة كبيرة للوجستيات والصناعات. تحتوي منطقة الميناء البحري على أرصفة بطول 10 كيلومترات، 70% منها أرصفة صب سائل و30% أرصفة متعددة الاستخدامات. تم التخطيط لتجهيز الأرصفة بأحدث معدات الشحن والتفريغ طبقاً لأعلى مستويات الجودة العالمية، وستدعم الأرصفة شبكة من الطرق وخطوط السكك الحريرية لربطها بالمناطق اللوجستية والصناعية وباقي المدن المصرية. وعلى مساحة 30 مليون متر مربع يتجلى التخطيط للمنطقة اللوجستية كمنطقة داعمة حاكمة في أنشطة التوزيع الدولي والمحلي للبضائع، بما يحقق الهدف الأسمى للمنطقة اللوجستية كقيمة مضافة للميناء وللمنطقة الصناعية. تقع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 40 مليون متر مربع، وتمثل منطقة واعدة وجاذبة للعديد من فرص الاستثمار، ومنها صناعة السيارات، صناعة الإلكترونيات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، وصناعة المعدات الهندسية. تم تصميم المنطقة الصناعية على أحدث المعايير التخطيطية مع تزويدها بالبنية التحتية الملائمة لكافة الصناعات، مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية بخلق مناطق خضراء شاسعة تتخللها شبكة من الطرق الواسعة لربطها بالميناء وباقي مدن الجمهورية. حلم كبير، تتحقق 50% من طاقته الاستيعابية منطقة سكنية جديدة مساحتها 4 ملايين متر مربع. روعي في تصميمها توفير كل سبل الراحة والخدمات والمرافق وفقا لأحدث النظم العمرانية الراقية. 190,000 مواطن من المخطط انتقالهم للمنطقة السكنية والمقرر إنشائها ضمن مشروع شرق بورسعيد مع اكتمال المشروع، حيث تستوعب المرحلة الأولى للمشروع 50,000 مواطن. مشروع شرق بورسعيد عبور جديد للإرادة المصرية.